مرات الناس هذا مهرجان لفاس انا فرحانه به بزاف والله العظيم اللي كنجي لفاس تنفرح بزاف بزاف. المهم تيعجبونا تيقوموا بينا تيحترمونا والله عمرها دار. والجمهور راه عجبني الجمهور، يعطي الفنان اللي ما عندوش جمهور ما عنده حتى شي حاجه، اللي ما كيحترموش الجمهور اللي ما بغاش الجمهور ما عنده حتى شي حاجه. انا كنت في الصغر ديالي ديك الساعه ما كانش تلفاز بزاف، كان راد الراديو مع الربعه كنتصنت، كنشد الراديو كنتصنت تنشوف الا كان شي وحده احسن منها في الصوت نمشي بحالاتي، كنشوف الا كان الجمهور ما كيبغينيش. راه عندي انا 66 في عمري الصوت دابا راه الانسان اللي عنده الصوت ديالو عندي الصوت ديالو من الصغر ديالي، ما حافظه ما كندير له شي دواء ولا شي كينه ولا هذاك الشيء غير الكذوب اللي تيقول لك يدير الدواء باش يدير الصوت باش تكون عنده الصوت زوين ولا سميتو، هذاك الشيء غير الكذوب. الشيء اللي عطاني الله من الصغر ديالي داك الشيء عندي اغاني جداد وداك الشيء ما بغيتش نديرهم. كان الشركات بكري يعطيوك القيمه يعطيوك الفلوس، مشي نغني فابور باش نتعرف، انا معروفه من زمان وكنتمنى كنطلب سيدي ربي كنتمنى نمشي ان شاء الله الحج. الله بركه الله الله يجعل بركه، دابا راه 50 عام ديال الفن والله يجعل بركه. وانا الناس مازال تيبغون، انت شفتو الشباب بقي تيحبني، دابا غتكون غير بنيه صغيره قد هكا خالتي حدا خالتي حدا غني لا وهم انا عزيزه عند الناس التصرفات ديالهم المعاملات ديالي انا الدرويشه.